الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، مرحبا بكم. حذر خبراء من عدم قدرة حكومة الكاظمي على صرف رواتب الموظفين لأنها بلا غطاء تشريعي يتيح لها صرف النفقات العامة خلال عام 2023. وأوضح الخبراء أن التشريعات القانونية المعمولة بها حاليا لصرف الرواتب والنفقات العامة ستنتهي مدتها التشريعية المسموح بالعمل فيها مع نهاية شهر كانون الأول المقبل، مؤكدين أن الحياة العامة ستتعطل مع نهاية العام الحالي ما لم يتم الإسراع بتشكيل حكومة جديدة. أعلنت هيئة النزاهة عن تنفيذ 5 عمليات ضبط لحالات هدر وإضرار بالمال العام ورشوة في عدد من الدوائر في محافظة النجف. وقالت الدائرة إنها رصدت هدرا للمال العام في دائرة عقارات الدولة نتيجة قيام دائرة بلدية الكوفة بإجراء الفرز والإعلان وبيع 16 قطعة أرض عائدة للبلدية، إضافة إلى رصد حالات رشوة في دائرة ضريبة الكوفة وفي مديرية جوازات النجف. كما كشفت الدائرة أنها رصدت 19 كابسة نفايات روسية المنشأ متوقفة عن العمل لم تقم المديرية بصيانتها أو ببيعها بموجب مزايدة علنية على الرغم من مرور فترة طويلة على ذلك، ما يعرضها إلى الاندثار. تراجع مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو التابعة للأمم المتحدة لشهر السادس على التوالي منخفضا من أعلى مستوياته على الإطلاق. وقالت الفاو إن مؤشرها بلغ في المتوسط 136 نقطة الشهر الماضي مقابل مستوى معدل إلى 137 نقطة في شهر آب، وهبط المؤشر من مستوى قياسي بلغ 159 نقطة في شهر آذار. ومع ذلك فإن قراءة شهر أيلول بنسبة أعلى 5.5% عنها قبل عام، والانخفاض الأخير مدفوع بتراجع بنسبة 6.6% على أساس شهري في أسعار الزيوت النباتية. وساهمت زيادة الإمدادات وتراجع أسعار النفط في الانخفاض. خفض البنك الدولي توقعات النمو لمنطقة جنوب آسيا بسبب مجموعة من الصدمات غير المسبوقة التي أضعفت اقتصاداتها ودفعت التضخم إلى الارتفاع. وذكر البنك أن منطقة جنوب شرق آسيا تواجه تحديات كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية في سريلانكا والفيضانات في باكستان والتباطؤ العالمي وتأثيرات الحرب في أوكرانيا إلى جانب تأثيرات جائحة كورونا. وتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل التضخم في منطقة جنوب آسيا إلى 9.2% خلال العام الجاري، وذلك تحت ضغط ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية والقيود التجارية التي أدت إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في المنطقة. أما الآن فإلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز برعاية الله.